السلام عليكم ماجازين على راديو ميتا، تحية لكم من جديد. نبدأ كالعادة بالأخبار في نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم. تمت الإتاحة بمروعي مستعملي السيارات والطرقات، هذا اللي أكدته الإدارة العامة للحرس الوطني. تقول الإتاحة بمروعي مستعملي السيارات بطريق السيارة واحد ليلة 21 أكتوبر 2023، والإتاحة كانت من طرف وحدات الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بجرومبيليا تحديدا، وتدخلات السريعة بإقليم نابل. 4 أشخاص تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية بالمكان، والأسباب هي يعني ترويع مستعملي السيارات بالطريق السيارة واحد كما قلت لتاح بهم، تمت ليلة 21 أكتوبر 2023.